بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الله. كان بحثنا الماضي عن الرضا، واليوم بحث جديد من الرضا. نأخذ اليوم درس عن الصدق. همنا في ذلك قول الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال. الصدق أول كلف القول، أن يحفظ المسلم لسانه فلا ينطق إلا ويشهد أن الله يسمعه. كل كلمة تقولها تشهد شهودا يقينيا أن الله يسمعك وسيحاسبك على ما تقول. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا والله سائله عنها ماذا أراد بها. كلامي الآن يسمى خطبة، فالله يسألني: ماذا أردت بهذا الكلام؟ أرجو الله أن يكون خالصا لله، لأدلكم على الصدق في محبة الله ورسوله. فالصادق في الأقوال دائما يشهد أن الله يسمعه، وأن ما يتكلم به أو يقوله الله سيسأله عنه ماذا أراد بذلك. هل أردت منظرا مظهرا، أو أردت مدحا، أو أردت ثناء، أو أردت وجه الله لتنقذ الناس من بلاء الكذب إلى نعمة الصدق. ولو لم يكن من الكذب إلا قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. لو ما كان غير هالآية بكفي. إذا كذب دخل في اللعنة، يعني في الطرد من رحمة الله. فلو ما كان غير هذه الآية لكفى. يكذب الإنسان حتى ينجي نفسه، يظن أنه إذا كذب كذبة مرت على السامع فنجى نفسه بها، وهذا خطأ كبير. أنه إذا كذبت تخلص حالي، الحقيقة إذا صدقت تخلص حالك، أما إذا كذبت تفضح حالك. يذكر أن بعض المجرمين تبعته الشرطة، رجال السلطان راكدين وراه بدهم يمسكوه، بده يقتل. ففي الطريق وجد جورة سموها بير، جورة عميقة، نزل يتخبى فيها. شاف اثنين عن دخيلكم، الشرطة لاحقيني، دخيلكم لا تقولوا عني هون. قالوا ننزل لا تخاف، وجابوا شفاية يعني شجر وغطوا الجورة.
بجيت الشرطة شفتوا لنا واحد صورته كذا شكله كذا. فواحد قال لهم تحت الشفايف تحت الحشيشات هون. قالوا له هلا وقت الضحك هلا وقت المزح شو هو نملة يقعد تحت الشفايف؟ حكى الرفيق له امشي امشي هلا وقت النكت هلا والضحك. هذاك لما سمع انه هون تحت الشفايف مسكين نهارت اعصابه. بعد ما راحوا الشرطة اجوا كشفوا الجورة وقالوا له اطلع. راحوا قال لهم شلون تقولونه هون؟ قال له صدقي يلي نجاك.